من هنا من هاد الدوار كندوزو لدوارنا، راه دابا حاليا حتى حنا ودوار اخرين موراهم راه ما كاين شايفين دوز، الا ما دزناش هنا راه ما كاين حتى شي حاجه. والواد دابا كاين اللي جا دابا حط الطوموبيل ديالو الفوق تما ما كاينش فين يدوز، واخا يجيب شي معاونه ولا شي حاجه راه ما كاينش من يدوز. لهذا لان هاد الدواور وهاد المنطقه راه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، ملي كتكون هاد الكارثه بحال هكا راه الناس كيساينوا بسيمانه بعشر ايام وكثر كاع كيبقاو بلا، يقدر يبقاو بلا ما، يقدر يبقاو بلا الماكله، يقدر يبقاو بلا حتى حاجه. ونتمنى على الله السلطه المحليه تدخل في هذه المسائل و... ايوا حنا كنا في الدار البيضاء ديك الساعات، يلاه انا عاد مشيت ومسكين قال لي راه غادي انا غدا غادي نجي ان شاء الله بحول الله نتفرج في هذا الماتش ونجي، ومشى قطع شي جوج اوراق ولا ثلاثه مسكين، كانه زعما على نيه بان غادي يلحق بينا. قال لي ما غاديش، قال له سير انت على ما نجي انا موراك. وملي وصلت انا يلاه وصلت بشي نص نهار هكاك، وكنتلقاو خبر فاجي لا حول ولا قوه الا بالله. خرجنا من تما عاوتاني وجينا، ولكن ملي وصلنا لهنا لقينا العراقيل في الطريق، ما كاينش الطريق لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. لقينا كلشي مخربق هنا، كلشي الواد فاجعه فاجعه يعني بكل معنى كلمه. دابا لقينا يعني الناس الدراري ديال الدوار مساكن داروا زعما اللي في جهدهم، كاين اللي مسكين كاع باغي ينقذ وكيصدق حتى هو من سمعتي مجرفوا الماء حتى هو، والناس زعما تقاتلوا. ولكن هذاك الناس اللي في وسط اللي فوق ذاك البنايات كان عليهم مساكن، الا كان شي سلم ذاك الساعه تكون كاين شي حاجه باش ولا شي قنطره ولا شي لعبه باش ينقذوا ساعه مساكن لا حول ولا قوه الا بالله. بدينا كنشوف الناس زعما بداو كيشوفوا فيهم مساكن حتى انا كان زعما صراحه الله كي، ولكن اللي كيشوف ماشي هو الواقع، اللي كيشوف راه غير كيشوف وخلاص. اما اللي واقع مسكين راه كتلقاه تالف، وكاين اللي عنده ولده تما ولا باه ها هو كيشوف فيه ما عنده كيفاش يدير باش ينقذوا لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. لان الناس ما عمرهم زعما ما عمرهم وصلوا لهذه المرحله ديال الوادي يوصل هذه البلاصه، كان زعما لا حول ولا قوه الا بالله.